مهامها الوطنية في مواجهة الإرهاب، واصلت قواتنا المسلحة البسيلة ملاحقة فلول العصابات الإرهابية المسلحة، ونفذت عملية نوعية ناجحة في حي القابون بريف دمشق. العصابات الإرهابية المسلحة كانت تتمركز في حي القابون وتتخذه مركزا لانطلاق عمليات القنص والإجرام بحق المدنيين. مراسلنا الحربي محمد جربوع رافق قواتنا وأعد لنا التقرير التالي. بعد أن سيطر الجيش العربي السوري على المنطقة الصناعية بالقابون وقطع خطوط الإمداد بين جوبر والقابون، ها هو الآن يتقدم لتنظيف الحي من الداخل. مجموعة من بواسل قواتنا تتجهز للدخول إلى داخل منطقة القابون ضمن هذه المصفحة. بواسل قواتنا نفذت عملية نوعية ناجحة في حي القابون وأوقعت خسائر فادحة في صفوف العصابات الإرهابية المسلحة، ودمرت أوكارهم التي كانت تستهدف منها المدنيين المارة على طريق دمشق حمص الدولي. العصابات الإرهابية المسلحة وبدليل جديد على تبعيتها للعدو الصهيوني استخدمت ألغاما أرضية مضادة للدروع إسرائيلية الصنع وأدوات أخرى لإجرامهم. ضجيج المعركة ودخانها الأسود يتلاشى تحت ضربات جيشنا الباسل، حاملا معه نصرا يخطه رجال الجيش العربي السوري ببسالة. لأخبار التلفزيون العربي السوري، محمد جربوع، القابون، ريف دمشق. وخلال